درجات الغسل أو إمرار الماء التي ورد بها النص في الشرع أربع. أولها بهذا الترتيب هو ماذا؟ المسح. مثل إيش جاء المسح في القرآن والسنة؟ مسح، مسح إيش؟ مسح الرأس في الوضوء. ومثل مسح إيش؟ الجبيرة إذا كان عليك جبيرة. ومثل مسح ماذا؟ الخفان أو مسح الخفين، عفوا مسح الخفين، هذا ورد بها المسح وهو إمرار اليد وفيها رطوبة على الموضع. أعلى من المسح النضح. ما هو النضح؟ هو غمر، غمر المكان بالماء من غير أن ينفصل الماء. مثل ماذا ورد النضح في السنة؟ في النجاسة المخففة، في النجاسة المخففة في المذي وفي بول وقيء الصبي الذي لم يأكل الطعام، الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح وهو غمر المكان لا يلزم أن ينفصل. الأمر الثالث وهو أعلى الغسل. الغسل هو غمر للمكان ولكن الماء كثير فينفصل الماء، لا بد أن ينفصل الماء. إذا تقطر منه شيء فإنه سمى غسلا، إذا لم يتقطر منك شيء ما يسمى غسل، يسمى ماذا؟ نضح. عرفت الفرق بين النضح والغسل؟ الغسل ينفصل، النضح لا ينفصل. الدرجة الرابعة ما هي؟ الدلك، غسل بالماء مع إمرار اليد، إمرار الفوطة، إمرار الفرشاة، إمرار ما شئت من الأشياء الأخرى وهكذا. إذا وجب شيء من هذه الأمور الأربعة فأتيت بما هو أعلى أجزاء، واجب عليك في غسل الجنابة وغسل الميت إنما هو الغسل وهو إمرار الماء وانفصاله، فلو دلكت أجزاء، لكن لو أتيت بالأدنى ما أجزاء. شخص عليه غسل جنابة، نضرب بعد ذلك غسل الميت، شخص عليه غسل جنابة فأتى بماء ومسح وجهه ومسح جميع أعضاء لم يبقي مقدار ملي من جسده ما لم يمسحه ويبلله بالماء، هل ارتفع حدثه؟ لا، لأنه مسح ولم يغسل، لابد أن ينفصل الماء، لابد أن ينفصل الماء. طيب نفس الشيء نقول للميت، لو أن الميت أتينا بخرقة مبللة فقط مسحنا جسده فيها نقول ما يجزئ هذا الغسل، لابد من الغسل. وذلك المسلم أمر بثلاث وخمس وسبع فقال اغسلوها ثلاثا وخمسا وسبعا، الغسل لابد أن ينفصل الماء، وسيمر معنا بعد قليل الغسل.